الخبر أول اللي عدنا عن مريم وصول قناتها باليوتيوب لل 800 ألف متابع، فإن شاء الله ألف مبروك. طبعا هي حققت هذا الإنجاز ب 23 فيديو بس وبحوالي تقريبا 7 أشهر. طبعا لا تنسون يا حبايبي تباركوا لها بالكومنتات على هذا الإنجاز. ننتقل حاليا لوسام تكد ومريانا واشتياق هم البعض. فمريانا نزلت على حسبها بالانستغرام هذا الستوري، حاطه صورتها صوره وسام وكاتبه عليها وينك يا وسام، وهو رد عليها اشتقت لك يا حقيره، فالله يجمعهم يا رب ويا بعض باسرع وقت. وطبعا سيره مريانا اكيد لازم كل فيديو يصير التهجم عليها، ستنزيلها على التيك توك هذا المقطع اللي كان ويا اختها قاعده يرقصون على ملابسهم كلش قصيره ورقصهم شويه استعراضي، فخلي الكومنتات انه يسبوهم وانه ستروا، فاكتبوا الكومنتات يستحقون التهجم تعرضوله او لا. ونكمل وياكم بشهر رقص يا حبايب. فهذه المرة بعد ما انتشر شوية فضايح، اليوم يا رحبة فهم ينتشر لها فيديو ان هي قاعدة ترقص الدبكة او قاعدة تسوي الدبكة مثل ما صار ويا قمر الطائم بارحة يا حبايب. ومن فترة قصيرة هم صار انتشر فيديو الجيهان لشان سبب خروجها من الفريق، ولكن من نهاية يا حبايب صح المتابعين قاعد يتهجمون عليهم بشكل مو طبيعي، ولكن مثل ما نقول انه هي حرية شخصية ورقصة الدبكة تعتبر رقصة شعبية ما لها اي علاقة بالرقص المعتاد. الزائف 18 اكون اكتبوا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا لانس وبيسان ومو فلوكس ونارين بيوتي والتقاهم ويا بعض، فنزلوا شويه ستوريات نلتقي ويا بعض قاعدين بمطعم وقاعد يصورون ويا بعض، وهذا الشيء يعني اكيد راح ننتظر عندهم المحتوى الخرافي اللي راح يصير يقدمون لنا اياه بالايام الجايه التعاونات. فاكتبوا بالكومنتات شو توقعاتكم التعاونات ويا بعض. واثرت بيسان وانس، طبعا انس شايب نشر فيديو على حسابه بالانس التيك توك من فتره شويه ولكن حبيت احط لكم اياه، واللي هو قاعد يقولون انه شنو الاشياء اللي هم سووها او لا. انس يقول انه هو بايق، شوفوا الستوري. بعمرك هربتي من المدرسة شي مرة؟ بعمرك شربتي سيجارة وانت صغيرة؟ بعمرك كرهتي حدا؟ بعمرك سرقتي شي من محل؟ بعمرك سرقتي مصاري من جزدان أبوك أو أمك؟ بعمرك ضربتي حدا؟ بعمرك غشيتي بالمدرسة؟ بعمرك أكلتي شي قتلة من معلمة؟ بعمرك طلعتي من البيت بدون علم أهلك؟ بعمرك نظفتي لحدا من قرايبك لتاخدي مصاري؟ بالختام على القمر طاي يا حبايب وتنزيلها على سناب شات شوية فيديوهات كانت تودي القطة مالتها للمستشفى. طبعا طمن انه ماكو شي، مجرد قاعد تقص اظافرها وشوية اشياء، راح احط لكم الستوريات عم تهتمون بشكل اكبر. ننتظر الدكتور يجي. شو مستغربة؟ حبايبي طبعا خلصت، طلعت من العيادة عزيزي قصنا لها أظافرها وبس، يعني سويتها معاينة، هي قلت لكم مريضة فأخذها دواء وبس، بس حتمشى وارجع للبيت. بس الله حبايبنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون تفجرون هذا المقطع باللايكات وبس، جاكم بس زين ومع السلامة.